أنا علي العيسى منسق مشروع التعليم في منظمة بيبول النيد. مشروعنا هو عبارة عن مشروع تعليمي في المنظمة يهدف إلى تقديم الخدمة التعليمية للطلاب السوريين اللي محرومين من هاي الخدمة. عملنا هو في ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي حاليا، في خطط أخرى للتوسع باتجاه العمق السوري. عملنا عبارة عن دعم المدارس، دعم العملية التعليمية في المدارس السورية في منطقة الشمال السوري وريف حلب الغربي بالتحديد. حاليا نحن عم ندعم 18 مدرسة في المنطقتين في ريف إدلب وريف حلب، عبارة عن دعم ترميم بالأول. نحن بالتعاون مع المجالس المحلية نروح نوصل للمدارس، نشوف المدرسة، نعمل تقييمات للمدرسة، نختار المدارس بالتعاون مع المجالس، نبدأ بترميم المدارس، تقديم خدمات للطلاب من خلال مراقبة عمل المدرسة، مراقبة عمل الكوادر التعليمية داخل المدارس، تدريب هاي الكوادر. مشروع الدعم النفسي، في عنا مشروع دعم نفسي للطلاب من خلال تعيين مرشدين نفسيين داخل المدارس. في كل مدرسة عنا مرشد نفسي، هدول المرشدين عندهم دورات تدريبية، دورات الدعم النفسي، باعتبار ان احنا اغلب الطلاب اللي بالمدارس نسبة 40-50% انه طلاب IDBS نازحين داخليا، جايين من مناطق سورية، من مناطق الاشتباكات اللي هي او مناطق الصراع اللي داخل سوريا بالداخل السوري، من ريف حماة، ريف حلب الجنوبي، ريف حماة، جايين من الشام، من حمص، من كافة المناطق السورية عم بيحاولوا يتوجهوا لهي المناطق باعتبارها هي مناطق أكثر أمنا. أنا المرشدة النفسية مادلين إبراهيم، مشرفة عن قسم الإرشاد بقسم التعليم بمنظمة البيبول النيد. هلا نشاطات الدعم النفسي اللي أنا مركزة عليها بالمدارس هي نشاطات الرسم. أول شيء بنخليهم يسترخوا، بنوصلهم لحالة استرخاء، بعدين بيتخيلوا منظر أشخاص محببين بالنسبة لإلهم، لما بيتخيلون نطلب منهم أنهم يرسموا الشيء اللي تخيلوه على الورقة. هذا الشيء، هذا نشاط بيحسسهم بالأمان مع بعضهم، كون أن الأطفال بحاجة لتنفيس انفعالي، يعني بسبب الأزمة، خوف من صوت الطيران، انعدام الأمان، عم يعمل عندهم حالة من التوتر. هلا هاي الحالة من التوتر أنا بدي أحاول خففها عن طريق الرسم. كمان في عندي نشاطات الرياضية، الحركة، الرياضة المعبرة. في الوضع الحالي، يعني حاليا مشروعنا التعليمي يقدم خدمات تعليمية لتقريبا حوالي 8000 طالب. طبعا حسب نسبة النزوح هذا العدد أحيانا يزداد أحيانا يتناقص شوي، بس بشكل تقريبي هو 8000 طالب حسب حالة النزوح، حسب مناطق الصراع. نسبة كبيرة من طلابنا بالمدارس هن طلاب نازحين، يعني تقريبا 40-50% نازحين. حاليا نحن كمان نراقب سير العملية التعليمية في المدرسة، عندنا جولات ميدانية للمدارس بشكل يومي، فريق التعليم بيروح على المدرسة بالتعاون مع المجالس المحلية هنيك، بالهيئات التعليم المهتمة بالتعليم بكل ضيعة، بنحاول هنيك نكون موجودين، مراقبة الدروس، مراقبة العملية التعليمية، دعم الطلاب بالحقائب، دعم المدارس بالتدفئة، تكاليف التدفئة، طبعا المياه، دعم المدارس بالمياه، كل هاي الأمور عم تكون من صلب عملنا داخل المدارس. دورات تدريبية للمعلمين، طبعا بالفترة السابقة كان شوي في سوريا، يعني ببداية الأزمة التعليم شوي، جودة التعليم شوي ما كانت ما بالشكل المناسب. نحن عم بنحاول نرفع سوية التعليم داخل المدارس من خلال دورات تدريبية للمعلمين، دورات تدريبية في الدعم النفسي، في حماية الطفل، دورات تعليمية، دورات تدريبية راح تكون مثلا ببدائل العقاب للطلاب. بنحاول من خلال الدعم النفسي بنحاول إخراج الأطفال من الحالة اللي هني فيها، حالة الخوف والرعب اللي هني أكثرهم مثل ما حكينا تاركين بيوتهم، تاركين منازلهم وجايين أماكن جديدة، نحاول نطالعهم من هاي الأجواء ونقدم الخدمة التعليمية لهم بشكل كامل. في عنا شيء نحن اسمه نوادي صيفية، أو هي المدارس بالأحرى عنا هي ما تسكر خلال فترة الصيف، ما عنا فترة انقطاع، بيستمر التعليم خلال الصيف. خلال الصيف يصير تركيز على النشاطات الترفيهية أكثر من المادة التعليمية، يعني يكون عنا نص بنص، 50% تعليمي 50% ترفيهي. بتكتر دروس الرياضة مثلا، الموسيقى، مسرحيات، نشاطات صيفية مثلا، إذا كان في مجال حسب الوضع مثلا ممكن رحلات ولو قصيرة مثلا للطلاب، هدول نحاول نعطيهم دعم، نحاول نخليهم يحسوا أنهم في نادي صيفي ليس مدرسة يعني بشكل نظامي، ويكون التركيز على الأغلب على المواد الترفيهية داخل المدرسة.
حاليا نحن في عنا خطط مستقبلية للعام الدراسي الحالي والعام الدراسي القادم بافتتاح مدارس جديدة. بيصير تركيز على المدارس الصناعية والمدارس المهنية اللي هي كانت موجودة قبل الأزمة في سوريا، كانت مدارس شغالة. الآن عم نحاول نعمل تقييمات، نعمل دراسات عن حاجة المجتمع لهي المدارس، حاجته للمهن، فممكن نفعل هاي المدارس بمناطق تكون يعني كثافة سكانية تكون أعلى، باعتبار أنه هاي ثانويات صناعية، فكون عدد الطلاب بالمراكز المدن، بمراكز البلدات بالأرياف، مثلا بريف إدلب، بريف حلب. عم نحاول ندخل داخل إدلب المدينة نعمل شيء. في عنا مدارس داخل حلب المدينة طبعا بالتعاون مع جمعيات أهلية، بس المشروع القادم إن شاء الله راح يكون بالثانويات، لأنه شوي العمل المنظمات الأخرى بالثانويات شوي عم بيكون قليل، فراح يكون تركيزنا بهذا المجال إن شاء الله.